مساء النور يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أول يوم في السنة الجديدة كنا موجودين عند حضرتكم ولقينا الناس شغالة والناس عندها هدف ومبسوطين باللي بيحققوه. لو تكلمني عن انطباع حضرتك أولا المبدئي الشخصي، يعني التعامل الإنساني مع الناس والشغل على الأرض وكلامهم معاه حضرتكم، وإيه الروح اللي موجودة دلوقتي والروح كمان اللي بنقدر نوصلها لهم من خلال العمل؟ هو أولا بشكركم على التقرير المميز دوت، وقناة الحقيقة كانت معنا في أول يوم في السنة. الشغل زي ما حضرتك سمعتي في التقرير على مدار الساعة طول الأيام الأسبوع، وإلا ما كانش هنبقى قادرين إن احنا نحقق الإنجاز وما تم على الأرض حتى الآن في المدة البسيطة دي اللي هي مدة سنتين ونص. الحمد لله في توفيق كامل من ربنا، لأن الموضوع ليه تخطيط مسبق، بنراعي التخطيط وبنلتزم بيه، وقادرين ان احنا نحقق انجازات في كامل المرحله الاولى من العاصمه الاداريه، سواء في الاحياء السكنيه او في الحي الحكومي او في حي المال والاعمال، حي الثقافه والفنون. احنا شغالين في كامل بقاع المرحله الاولى من العاصمه الاداريه، بننجز في كله. الانجازات اللي بتتم فوق الارض بيمثلها انجازات تحت الارض من بنيه تحتيه على اختلاف انواعها. الحمد لله احنا ماشيين طبقا للتخطيط، في روح معنويه عاليه جدا عند كل الناس اللي بتشارك. الفكرة يوم ورا يوم بتتبلور، وفكرة الناس خلاص بقى موضوع التشكيك الحمد لله يعني احنا تجاوزناه من زمان. آملين بإذن الله ان احنا نخلص في المخطط، وفي 2020 هنلاقي الحكومة، هنلاقي السيد رئيس الجمهورية، هنلاقي البرلمان هناك في العاصمة الإدارية. طيب الخطوات الفعلية، يعني نفهم برضو بالنسب، المرحلة الأولى إحنا أنجزنا بنسبة قد إيه؟ ماشيين وفقا للجدول الزمني؟ هل في تأخير؟ هل كل الشركات ملتزمة؟ في مراجعة الأعمال بعض الشركات؟ كلمنا عن الجديد، يعني إيه اللي حصل أو محصلة اللي حصل خلال لغاية دلوقتي؟ هو محصلة السنتين ونص اللي احنا اشتغلنا فيهم بعد ما اتحط الماستر بلان بتاع العاصمة وبدأنا نشتغل خلال المدة دي، لو عملنا حصر بنسبة مئوية لإجمالي الأعمال اللي تمت، احنا بنتكلم على حوالي من 45 ل 50%، ونقصد بالنسبة دي كل المشاريع في كامل المرحلة، سواء مشاريع بنية تحتية على اختلاف أنواعها، كهرباء وغاز وصرف صحي ومية ومياه ري، أو سواء أحياء سكنية وحكومي وثقافة وفنون ومال وأعمال وخلافه. فإحنا عندنا النسب بتاعتنا إحنا ماشيين طبقا للجدول الزمني اللي إحنا محددينه، وإن شاء الله بإذن الله هنخلص في التوقيت المحدد. بالنسبة لمراجعة الأعمال لكل المستثمرين والمطورين، سواء كان المطور دوت الدولة نفسها قايمة بعملية تطوير، أو المطور الخاص اللي هو بيساعدنا في إن هو ينمي العاصمة الإدارية، فإحنا بنراجع معاه بصفة دورية. الموضوع مش متساب بدون مراجعة، هو بيبقى فيه كراسة شروط بيلتزم بيها، سواء في الإطار الزمني المحدد لانتهاء المشروع، أو سواء حتى في الاشتراطات البنائية في البنية التحتية الذكية. هو كل مطور شغال معانا ملزم بتقرير ربع سنوي بيقدمه عشان نراجع مع بعض الجدول الزمني، خد استلم مشروع امتى، نفذ خلال الثلاث اشهر دول ايه، وهو مواكب الخطه اللي احنا واضعينها ولا لا. ففي متابعه لكل اعمال اللي بيتم تنفيذها في العاصمه الاداريه. طيب هو امتى هيتم الانتهاء من المرحله الاولى؟ يعني هل في ميعاد محدد سياده العميد؟ احنا بدأنا يا فندم على الأرض في مايو 2016 بإذن الله، احنا يعني في حدود 5 سنوات، احنا سنتين ونص من دلوقتي بإذن الله، من سنتين ونص لثلاثة هنكون أنهينا كامل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية. طيب لا نفهم دي من سنتين ونص لثلاثة، لكن تم الإعلان أنه في 2020 الحكومة هتنتقل هناك، يعني هل هتنتقل على الرغم من أنه المرحلة الأولى بكاملها ما انتهتش؟ ده حقيقي يا فندم، لان احنا لما بدانا احنا كدوله يعني المباني اللي منسوبه للدوله او الدوله اللي لها احتياجات فيها، سواء في مبنى الرئاسه او في الحي الحكومي او في البرلمان، دول ليهم اولويه عندنا عشان احنا هننقل من خلالهم السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه للدوله. ده اللي احنا ملتزمين بيه ان شاء الله امام الدوله في 2020. لكن في اعمال المطورين، في بيع للاراضي مستمر،
اللي اشترى أراضي من سنتين غير اللي لسه بيشتري دلوقتي، ففي إطار زمني هيبقى بيجمع شامل بنهاية المرحلة الأولى، وفي إطار زمني مخصص للحي الحكومي والحي الرئاسي والبرلمان. هي استثمارات المرحلة الأولى يا فندم مقدر تكلفتها بكام؟ يعني احنا الموضوع مثلا لما نيجي نتكلم على البنية التحتية، فاحنا متوقعين انها تكلفنا في حدود 140 مليار، و140 مليار دول بيشملوا الصرف الصحي والكهرباء والمياه البنية التحتية والمرافق التحتية الذكية. حي زي الحي الحكومي مكلف حوالي 35 الى 40 مليار، لسه الموضوع ما انتهاش، لسه مفتوح واحنا شغالين فيه. يعني ما نقدرش نجملهم تحديدا دلوقتي، لكن عندنا رؤية. احنا عندنا مصادر التمويل الذاتي اللي بأكد عليها دايما، احنا خارج ميزانية الحكومة. حصيلة بيع الأراضي من أموال بتصرف على العاصمة، وبنهاية كل عام مالي بنناقش الميزانية. الحقيقة أنا كنت هتكلم حضرتك في القصة دي، لأنه بنفرق ما بين استثمارات حكومية وشغل حكومي وبين استثمارات للقطاع الخاص، بيع أراضي، بنى عمارات، أحياء بالكامل، دي بتغطي ودي بتوفر عائد للمشروع. لو نتكلم برضو على نسب البيع أو الاستثمار مع القطاع الخاص أو مع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، إيه الموقف برضو بالنسبة لهم؟ احنا عندنا المستثمر شغال يعني ايد بايد مع الحكومه. خلينا نقول ان في جزء بتطوره الدوله من خلال وزاره الاسكان. وزاره الاسكان بالمناسبه هي احد المؤسسين للعاصمه الاداريه، ومع ذلك مش معنى ان يكونها مؤسس ان هي تاخد الارض بالمجان، لا، هي بتسدد قيمه الارض وبتشتريها وتبدا تطور فيها. المستثمر اللي موجود بيشتغل معانا وبيسدد قيمه الارض. نقول نسبه الاستثمار مقارنه بالدوله حوالي 50% الى 50%. طيب لو بنتكلم احنا على بعد ايام طبعا من احتفالات اعياد الميلاد والصلاه والقداس في الكاتدرائيه ان شاء الله الجديده في العاصمه الاداريه، ايه الموقف التنفيذي بالنسبه للشغل دلوقتي؟ تم الانتهاء يعني برضو وصلنا لحد فين يا فندم؟ كل سنة وأخواتنا المسيحيين طيبين بمناسبة أعيادهم، وإن شاء الله القداس هيقام في الكاتدرائية. الكاتدرائية انتهت تماما، هتبقى جاهزة بإذن الله لاستقبال أخواتنا المسيحيين في عيدهم. برضو بالتوازي احنا هنا أعمال الجامع وحضرتك أشرت لي، وإحنا بدأنا العمل في العاصمة أو بدأنا المشروع بكاتدرائية ومسجد، وده معناه كبير جدا عند طبعًا المصريين طبعًا. يعني فان شاء الله باذن الله هنكون الكاتدرائيه تكون جاهزه في ميعادها، هي تقريبا انتهت يعني. طيب ارجع لانه في دلاله وراء تحديد ميعاد لنقل المصالح الحكوميه الحكومه في 2020. دلوقتي احنا خلاص يعني بنتكلم ان السنه دي ده عامل فصل بقى، وانه فعلا يكون في شغل ونسابق ويبقى في خطوات تنفيذيه وتبقى الاحياء الحكوميه مجهزه، الموظفين، الناس اللي هيكونوا موجودين برضو يتم تسكينهم، المواصلات، الكلام ده كله. هل بنشتغل في ده حاليا؟ بنشتغل مع مين فيه؟ وصلنا لحد فين؟ احنا زي ما حضرتك اشرتي احنا شغالين مع الوزارات بالكامل في تكامل، واحنا مش شغالين في جزر منعزله. احنا مثلا متعاونين مع وزاره النقل فيما يتعلق بالقطار الكهربائي اللي هينقل الموظفين او كل المترددين على العاصمه الاداريه من محطه عدلي منصور في مدينه السلام الى امام حي الوزارات. برضو في نفس الوقت وزاره الاسكان والنقل شغالين في المونوريل اللي هينقل من امام استاد القاهره الى حي الوزارات. ده هيتعمل السنه دي؟ بالتوازي برضو بدانا بناء 10,000 وحده سكنيه للموظفين الراغبين في التواجد او شراء وحدات في العاصمه، وطبعا الاسعار هتبقى للموظف مختلفة. الموضوع مش هيبقى واخد طابع استثماري، هيبقى بسعر التكلفة وهيبقى فيه تسهيلات في السداد. كل ده بنتكامل عشان نقدر ننفذ توجه الدولة في ان احنا ان شاء الله في 2020 كل موظفي الدولة هيكونوا قادرين سواء من خلال مواصلات
آمنة وحديثة في الوصول إلى مصالحهم أو أماكن أعمالهم، أو من خلال تملكهم لوحدات والإقامة قريب من حي الوزارات. في موقع للعاصمة الإدارية الجديدة على صفحة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودخلنا وشفنا وعرفنا إن في عدد كبير ملايين من الزوار، يعني وقت ما شفنا ده كان 25 مليون زائر يعني شاف وتابع. ده بيعكس لحضرتك إيه؟ اهتمام، ثقة، أبرز وأهم التساؤلات اللي جت وتسجلت من خلال موقع حضراتكم؟ هو يعني زي ما حضرتك قلتي، هي الموضوع بدأ من حلم، هل الحلم ده قابل للتنفيذ، ثم برضو تشكيك في إمكانية التنفيذ، ثم إقرار بالواقع إن إحنا قادرين إن إحنا ننفذ، والحلم يوم ورا يوم بيتحقق. إحنا بنستقبل إعلام أجنبي كتير جدا، وإعلام عربي وإعلام مصري. إحنا كمصريين شايفين الرؤية، لكن الإعلام الأجنبي بالذات بيبقى مش متخيل، بيسمع الكلام بنقول له إحنا عملنا إيه حتى الآن. كل ده الصورة ما بتكتملش غير لما بيزور الموقع، يعني بيتكلم عن عظمة المصريين، وبيتقال كده نصا: لا أنتوا ما بتهرجوش، أنتوا بتشتغلوا. إحنا ما فيش، إحنا اتقال لنا إحنا في دولنا، وهي دول متقدمة جدا، ما نقدرش ننفذ الكلام ده في توقيت واحد، لأن في إجراءات. أنا ما أعرفش أنتوا تجاوزتوا الإجراءات دي إزاي. فالحمد لله الواقع بقى جميل جدا يوم ورا يوم، واحنا بنعول على يعني على عقليه المواطن المصري. اي مجتمع عمراني بيبدا قطعه من الصحراء يوم ورا يوم بتتحول لجنه، وده اللي حاصل دلوقتي في العاصمه الاداريه. اهتمام الناس بالعاصمه الاداريه بيزيد، احنا كمان بنتوسع في الزيارات، بنتوسع في الاعلام، على اساس ان احنا نعكس الرؤيه والواقع الحقيقي للعاصمه الاداريه. بمناسبة التوسع في الزيارات، يعني احنا كنا متابعين من خلال الأخبار كان في وفود من البعثات والسفارات طبعا، يعني يشوفوا إذا كان في رغبة وينقلوا كمان سفاراتهم للعاصمة الإدارية الجديدة. أسمع حضرتك انطباع الناس، وهل في أي خطوات ويعني حاجة تم الاتفاق عليها في المجال ده؟ في طبعا الانطباع يعني بمنتهى الامانه مبهر للناس كلها. احنا نسقنا مع وزاره الخارجيه بشكل كويس جدا، عملنا لقاءات للساده السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيه الاجنبيه مرتين ثلاثه، زاروا الموقع بناء على الزياره وبناء على التقديم وبناء على الجديه الواضحه عند الدوله المصريه. وهم برضو بيتكلموا بيقولوا ان دلوقتي في اراده سياسيه قادرة ومصممة على تنفيذ مشاريع أشبه بالمستحيل وبتتنفذ على الأرض. فبقى في ثقة في الدولة المصرية دلوقتي بالتنسيق. نتائج التنسيق مع السفارات، إحنا تلقينا حوالي 50 طلب من 50 سفارة، طلبات يوم ورا يوم بتزيد. الطلبات دي من سفارات مختلفة، طلبة مساحات محددة لأغراض معينة، يعني سواء كان سكن للبعثة أو مقر للسفارة أو القنصلية. الطلبات دي عند الاستشاري الهندسي، هنعمل لهم قريب مؤتمر، هنقول لهم الناتج بتاع اختيارهم، هناخد منهم موافقة، وهنبدأ في إجراءات تسليمهم الأراضي، ويقوموا بسداد ثمن الأرض دي، ويبدأوا في إنشاء السفارات المختلفة. في بعض السفارات لها يعني صروح على النيل، ومع ذلك عشان عارفين إن الإرادة بتاعت الدولة هتحقق منتج ممثل في العاصمة الإدارية أفضل بكتير من الحالي، من حيث الحداثة وكون إن هي مدينة ذكية ومدينة خضراء ومدينة مستدامة وخلافه، طلبوا مساحات كبيرة جدا في العاصمة الإدارية. فموضوع السفارات إحنا بننسق معاك كويس فيه بشكل جيد جدا، تلقينا العديد، وإن شاء الله يا فندم يوم ورا يوم كل السفارات آملين إن كل السفارات في القاهرة نفرغها من الازدحام والإجراءات التأمينية المحيطة بيها، وتبقى متواجدة في العاصمة الإدارية. طب سيادة العميد، علشان واحنا بنتكلم عن
حكومة هتنقل سفارات وبعثات دبلوماسية، بنتكلم على استثمارات قطاع خاص، بنتكلم عن أراضي بتباع وأسعار كل شوية عمالة تزيد، وده بيعكس إن في إقبال وما إلى آخره. لكن بيقابل الكلام ده بانطباع يقول لك دي العاصمة الإدارية الجديدة، دي العلية القوم للناس اللي معاهم ملاءة مالية وقادرين يدفعوا، وهيكون ده كأنه حاجة كده يعني إيه معمول خصيصا للناس غير بقية الناس يعني باختصار. فإزاي توضح لنا أو ترد على الكلام ده، وهل في حاجة لكل المستويات كل الطبقات تقدر أنها تتملك؟ يعني هل في أحياء سكنية بأسعار أقل، أراضي برضو بأسعار أقل؟ إيه الخريطة الجغرافية للعاصمة الجديدة؟ خلينا نقر حقائق يا فندم ونبقى متفقين ان المستثمر او المطور الخاص غير الدوله لما بتطور. الاسعار انا شايف ان الاسعار في اسعار الوحدات السكنيه اللي بتطورها اللي بيتم تطويرها بواسطه وزاره الاسكان على سبيل المثال، انا شايف ان هي مناسبه جدا ارتباطا بعوامل كتير جدا. ان وزاره الاسكان نفسها شاريه مننا الارض، وزاره الاسكان بتسلم الوحده كامله التشطيب وبشكل متميز جدا. تنوع المساحات في الوحدات السكنيه نفسها اللي بينعكس طبعا على قيمه الوحده. فاحنا طبعا من اول الوحدات السكنيه اللي مساحتها قليله شقق الى الوحدات المنفصله من خلال وزاره الاسكان او المطورين، كل ده تنوع انا شايف ان هو بيغطي شريحه كبيره جدا من احتياجات المواطن المصري. واكيد طبعا مش هتبقى للمميزين، واكيد اكيد طبعا برضو ملهاش سور ولا بوابات زي ما كان بيتقال. العاصمه موجوده هتغطي شريحه كبيره جدا من احتياجات المواطنين المصريين، وعمرها ما كانت لعيله القوم اطلاقا. يعني سيادة العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر يعني كل الناس اللي شغالين في هذا المكان.